كنت أدليت بصوتك، وهذه الوزارة لها أهمية، يعني هي وزارة العمل. ما هي الخدمات الجديدة التي سوف تضيفونها والقيمة المضافة لهذه المحافظات الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك للعراقيين هذه الممارسة الدستورية الديمقراطية التي انطلقت هذا اليوم، وندعوهم جميعا للمشاركة فيها تعبيرا عن رأيهم أولا، وهم أحرار في من يختارون، ومشاركة في هذا البناء الدستوري. مجالس المحافظات هي جزء من البناء الدستوري للنظام الاتحاد الفيدرالي، وهو النظام المعمول به في العراق. مجالس المحافظات هي على مستوى عالي من الأهمية لأنها مجالس خدمة. نداءنا بالتأكيد وحديثنا وصوتنا إلى كل العراقيين، إلى من يستفيد من خدمات الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات. المقاطعة ربما تكون قرارا دستوريا، خيارا دستوريا، ولكن المشاركة في الانتخابات هو خيار دستوري شجاع يأتي وفقا لقرار يتعلق بالاختيار، أنني أشارك وأقرر من أختار قائمة ومرشحا. ندعو الجميع إلى حسن اختيارهم، وأن يحسنوا هذا الاختيار في اختيار القائمة التي يعتقدون أنها أقرب إلى الواقع العملي، وأن يختاروا. نعم، يعني أنت تقول اليوم أن عدم المشاركة هو شيء طبيعي، ولكن أن تصل هذه النسبة إلى ما يقارب يعني نصف الشعب العراقي اليوم لا ينتخب، هذا شيء طبيعي؟ أنا لا أقول أنه شيء طبيعي، أقول هو خيار يبقى خيارا ديمقراطيا، ولكن الطبيعي والمنطقي والمعقول هو أن نذهب للمشاركة وأن نعبر عن رأينا في أن نختار سين أو نختار صاد. لذلك هي دعوة إلى كل مواطنينا وإلى كل من لديه القدرة على الانتخاب أن يخرج اليوم. لا زالت أمامنا عدة ساعات للمشاركة، وإن شاء الله نأمل أن تكون مشاركة الشعب العراقي مشاركة كبيرة. معاليك، ينقسم الشعب العراقي اليوم إلى ثلاثة فئات، يعني هناك المكون السني المتحمس لخوض هذه العملية الانتخابية، وأيضا من هو يقاطع، والمكون الشيعي المتحمس أيضا، والأحزاب المتواجدة في السلطة هي تحافظ على وجودها ومراكزها. هل سنشهد انقلاب في التوازنات في هذه العملية الانتخابية؟ هذا يعتمد على قرار الناخب في المحافظات المختلطة، خصوصا في بغداد. بالتأكيد المقاطعة، كثرة المقاطعة ستؤثر على التوازنات، لكن المشاركة الكبيرة ستعيد التوازنات إلى طبيعتها. ونتأمل من كل المواطنين العراقيين، وخصوصا في بغداد العاصمة باعتبارها العدد الأكبر من الناخبين فيها، فيها عدة ملايين من الناخبين، أن يحافظوا على هذا التوازن وأن يشاركوا ويعبروا عن خيارهم الديمقراطي في من يختارون.